صعب نقدر نحدد سبب الوفاة إلا بعد تجميع كل أجزاء الجثة. حسام، حسام، أجزاء الجثة إيه؟ حصل أدهم باشا، أنا عملت نشر في البلد كلها، أي حد يلاقي أي أجزاء يبلغ أقرب مركز هنا. معقول؟ معقول اللي بقى بيحصل ده؟ إزاي حد يجيله قلب يعمل المصيبة السودة دي؟ دي أول مرة تشوفي الجريمة؟ لا يا أدهم مش أول مرة، بس مش معقول ده يبقى العادي، أنا بس مش قادرة أصدق اللي بقى بيحصل. طيب اهدي، خلينا بس نفكر بهدوء. إيه السبب اللي يخلي حد يقطع رقبة واحد؟ ممكن يبقى عايز يخفي شخصيته. بس هو ما حاولش يشوه ملامحه. يبقى اللي قتل ما قتلش عن عمد، وكان عايز يخفي الجثة وبسرعة. يخفي الجثة ولا الراس بس؟ لموها من صناديق الزبالة في القناطر. كلهم لنفس الشخص؟ ايد على رجل، جبت قلب. خلاص يا وفاء، شايفة والله السؤال أبسط من كده. بقيت الأجزاء جاري البحث عنها، بس الأجزاء اللي موجودة كلها بتقول إنها لشخص واحد. هقدر أقولك تقرير أدق بعد الفحص. افحصي بقى، ربنا معاكي، كلميني. أحب أبلغكم إن البصمات اللي خدتها دكتورة وفاء من الجثة ما انطبقتش على أي مسجل. يعني كده إحنا قدامنا حد ملوش سوابق. على كده هنستبعد البلطجية وشغل العصابات مع بعضها. بس في جماعات متطرفة بتقطع الراس بعد ما بتحكم على اللي قدامها بالكفر. مظبوط، بس الجماعات دي ليها سلوك مختلف. يعني الجماعات دي استعراضية قوي، لو عملت حاجة زي كده هتظهرها، مش هتخفي راس في كيس زبالة اسود. طب انا كنت بفكر في حاجة. فاكرين زمان كان في موضة كده بتاعت الستات لما بيقتلوا جوازهم بيقطعوهم وبيحطوهم في كيس زبالة؟ يعني كان اظن انها ممكن تبقى حاجة شبه كده. على العموم احنا قدام قضية غريبة لازم نحلها. عمرها ما حصلت قبل كده يا ادهم. أنا دخلت مرتين على السيستم عشان أشوف بصماته، ملهاش أي أثر حتى عند موظفين الحكومة. معلش يا وجدي، كان لازم أبقى واثق. لازم تبقى واثق، عمر سيستم البصمات ما غلط. طب العينات اللي جت من الطب الشرعي ما جابتش جديد؟ أثبتت إن مفيش تسمم ولا مواد مخدرة ولا كحول. واضح إنه كان ريفي محترم. ريفي؟ إشمعنى ريفي يعني؟ بدي البلهارسيا. مالك يا أدهم؟ مش عارف. حاجة ليها علاقة بالجريمة؟ يمكن. الله، طب ما احنا ياما شفنا وابشع من كده، ايه الجديد؟ يعني كتر الجرائم اللي بنشوفها الواحد تعب. خد لك اجازة. مقدرش، وخدت اجازة هتعب اكتر. ريفي؟ بس ده منطقي، احنا لقينا الراس في منطقة حواليها ارياف كتير. كتير قوي، لدرجة صعب ندور فيها كلها. طيب ولو كده احنا ممكن ناخد صور القتيل نوزعها على كل المناطق الريفية، يمكن حد يتعرف عليه. لا لا بلاش، مش ناقصين دوشة. طيب احنا هنعرف ازاي؟ يعني انا رجعت كل بلاغات المفقودين، مفيش حد اوصافه تنطبق على القتيل. وده معناه ان لحد دلوقتي محدش حس باختفائه. او ممكن يكون ملوش حد اصلا يحس باختفائه. بالظبط. مش كده يا ادهم؟ انت مش معانا ولا ايه؟ لا انا معاك. طب بنقول ازاي نتعرف على شخصيته؟ مش هنغلب، مش بالبصمة بس ممكن نعرف هوية القاتل. في حاجات تانية. يعني الأجزاء دي كلها لشخص واحد؟ الحمض النووي أثبت ده. عمر ما بين الأربعين والخمسين. سبب الوفاة خبطة مباشرة على الرأس أدت لكسر في الجمجمة ونزيف حاد في المخ، عمل هبوط في الدورة الدموية. طب ما فيش أي علامات مميزة يا دكتور؟ كف الإيد وبطن الصوابع، واضح ان هو كان بيسوق موتوسيكل بشكل مستمر. ادهم، في سؤال عايز اساله لك من بدري. بما انك اقدم مني في الشغلانه، عمرك شفت جريمه بالبشاعه دي؟ في جريمه بشعه وجريمه جميله؟ لا، بس في جريمه ممكن، وبقول ممكن مش قاعده ثابته، تتقبلها كانسان، وفي جريمه زي اللي شفناها النهارده تحسسك ان انت اتجردت من انسانيتك. انتوا بتتعاملوا مع كلمة إنسانية على أساس إنها حاجة لطيفة. الإنسان ده أساس المشاكل كلها. إيه الأخبار؟ فعلاً طلع عنده رخصة موتوسيكل. بقى لها 10 سنين. الرقم الرخصة. لا لا، أنا عايز الاسم والعنوان بس. طب هطبع لك صورة أسرع.
ماشي. اتفضل. حسين محمد علي الدهشة. دار عيلة دهشان منين؟ تعال معايا يا باشا. تفتكر مين قتل حسين يا حاج؟ حسن يا باشا. حسين انا مهمله في الضرب من ساعة. ازاي بس يا حاج؟ جثة حسين في الطب الشرعي. طيب احنا بنسأل يعني اذا كان ليه عدوات. اخويا الله يرحمه يا باشا عمره ما كان ليه عدوات مع حد. الكل هنا بيحبه. حتى بيت النعمان يا محمود. قلت لي مين حضرتك؟ عطا دهشان يا باشا، ابن عم المرحوم، ومحمود ده يبقى اخوه. يا جميل حن عليا بقى مش كده؟ دوختني معاك، على فين يا نورت البلد؟ ما تسيبني في حالي بقى يا حسن، الناس بيتكلموا يا اخي، والكلام ده لو وصل لابويا هيقتل قتيل. ابوكي ما يقدرش يقتل غير نفسه، انا من عيلة الدهشان يا بنت. انا رايتك يا بنت. هتمشي ولا نادرك حد من عيلتنا؟ نادي الجن الازرق ولا يهمني. والله العظيم. روح انت نوار. فين حسن ابن دهشان؟ خير يا مصطفى، في حاجة؟ ما تلم نفسك وتحترم سنك يا جدع انت. وإن متلمتش يا مصطفى هتعمل إيه؟ هقطع رقبتك وعلقها على باب بيتكم. قال له هقطع رقبتك. هو كلام يا باشا. ما أنا طول النهار أقول للعيال هقطع رقبيكم. معقول يعني هقطعها بصوت؟ بس يا حاج حسين فعلا رقبته اتقطعت. حتى أنت كمان أبو الحاج هتدافع عن ولاد نعمان. دم ابني مش هيروح هدر. وشوفوا يا باشوات. لو عايزين توصلوا للقاتل شوفوا لكم سكة تانية غير اللي أنتم ماشيين فيها دي. لكن وشرفي عيلة النعمان هتعوم على بحور دم. لا يا حاج مهدي. ينفع عن الكلام ده يتقال قدامنا؟ حاج مهدي حق ابنك حسين احنا اللي هنرجعه. حسن يا باشا قولنا اسمه حسن. لو سمحت لو سمحت اروح منظرة الدهشان منين؟ لا يا حاج مهدي على حسب حساباتنا احنا انتوا اللي فاهمين غلط. لا يا باشا الحكومة حسبت غلط. لا يا حاج مهدي أنا معايا صورة من رخصة المرحوم فيها صورته واضحة ومكتوب جنبها حسين الدهشان. ما هو الغلط جه من هنا يا باشا. يعني إيه؟ أنا أفهمك إزاي يا باشا؟ أنا فاهم الباشا يا حاج. أنا حسين يا باشا. حسين دهشان. بس كل العلامات ورخصة سواقة الموتوسيكل بتقول إن الاسم حسين. أه يا باشا ما هي الرخصة باسم أنا بس إحنا الاتنين بنسوق الموتوسيكل. رخصة واحدة. ما إحنا فولة واتقسمت نصين. بالظبط. هو هنا السؤال هو القاتل قتل حسن عشانه حسن ولا لانه افتكرك انت حسين؟ ما تفرقش عندنا يا باشا. بتفرق عندنا قوي. ده يعني دافع القتل وبكده نعرف القاتل. يبقى اكيد ولازما وحتما ولابد من بيت نعمان يا باشا. اه وليه اكيد وحتما ولازما؟ طول عمر عيلتنا وعيله نعمان بينا عداوه كبيره من ايام جد الجدود والكره بيتورث من جيل لجيل. لدرجة القتل؟ زمان ياما أهلنا شافوا بحور دم. ساعات ممكن الدم يبقى جوه العيلة كده ولا إيه يا عطا؟ حاج مهدي محمود كان قال لي إن الدم أوقات بيكون من جوه العيلة. قصده إيه؟ لكش صالح بكلام العيال يا باشا. أنا هقول لك الحكاية. يا نورة هما كام يوم ربنا يكرمنا خلاص. هو أنا خايفة قوي يا عطا. ده مصطفى ابن عمي لو حس مش بايدي موتنا إحنا الاتنين. يا بنتي هو ده عنده دم ولا بيحس أصلاً؟ أكيد هيحس. ليه عندك حق يا بنت يا نورة؟ حسين؟ لا ده حسن معرفتوش؟ إيه بنت البجاحة دي؟ أنا قلت لما أظبطك مع النادل ده وشك يصفر وتموتي في جلدي. مش هناولها لك أبداً يا حسن يا ابن دهشان. وبعدين وشي يصفر ليه؟ هو انت شايفنا بنعمل حاجه غلط لا سمح الله؟ جرى يا حسن ما تحترم نفسك شويه يا جدع. ما تحترم نفسك انت الاول يا عاطف. وايه اللي حصل يا جدعان؟ عين عينك كده. الله احنا فلاحين. انت هتتبلع علينا يا جدع انت ولا ايه؟ ما تخلي عندك دم. ده لو عندك دم اصلا وافتكر ان انت متجوز زريده بنت عمك. ست ستات عيله دهشان يا جدع احترم سنك. ده مين عليك عايز تتربى؟ طب البسي هدومك بقى نوره ولم الدور. عيب كده ما يصحش. هو انت هتتبلع عليا بالدور يا حسن؟ هنعمل اللي انا عايزه نوره. يعني ايه تعمل اللي انت عايزه يا حسن؟ الاثنين عاوزين تتربوا وانت بنت نعمان. اجري على داركم قبل ما اكسر لفوخك. حاضر حاضر يابا. انا انت كمان عاوز تتربى؟ ايه الراي بقى؟ وانت يا عطا ما اشوفش خلقتك هنا تاني. بقى ده كلام يتقلب الحاج.
لمنطقة أعراض، ما كانش صح تقول كلام زي ده أبدا. إيه بتتكلم أبويا بالله جدية يا عطا؟ اتلم أعرف مقامك كويس أوي. أنا مقامي معروف ومحفوظ يا محمود. لا يا راجل، أنا لو مكانك كنت حطيت راسي في الأرض، لأن الحاج مهدي ده مش عمك وبس، لا، ده أبو حسين، حسين ده عشان اللي خيره عليك وعلى كل إخواتك. مفيش حد خيره عليا، لو خيره عليا ما كانش إدانا فلوس بالفايز. شو وقته الكلام ده يا عطا؟ بالعكس، هو ده وقته. وخصوصا يعني ان حكايه الفايز دي ما طلعتش من جوه العيله بس. لا يا باشا، مش جوه العيله بس. امسك يا سليمان الفلوس اللي طلبتها مني اهي. ربنا يخليك يا حسين. بس بقى عشان كل واحد يعني لما مؤاخذه يضمن حقه ونضيع على الكميه. مزود كام؟ زياده البنك وانا مليم زياده. امتى يا ابو حماد؟ الله، انت واخد في وشك وماشي كده، مش ناوي تدفع حاجه من اللي عليك؟ لا مؤاخذه يا حسين، ما كنتش واخد بالي يعني. لا مؤاخذه يا حسين، الحاله يعني والظروف ولا يهمك ولا تشغل بالك. بس لا مؤاخذه بقى، عدي عليا بالليل علشان تمضي الكمياله الجديده. بالليل؟ اه حاضر يا حسين، حاضر. السلام عليكم. سلام ورحمه الله. ربنا ما يحرمناش منك. انتوا عارفين لو حطيت المبلغ ده في وديعه في البنك كان كسب قد ايه؟ ما كانش هيبقى ربا على الاقل. ولا مؤاخذه يا باشا، في قانون بيمنع الكلام ده؟ في الدنيا لا للاسف. بس ده يخليني اطلب منك كشف باسماء الناس اللي كنت بتتاجر معاهم، وخصوصا اللي مش قادرين يسددوا. مش كتير يا باشا، وبعدين لا مؤاخذه يعني ده موضوع خصوصي. حسين، ادي الباشا اللي هو عايزه. اللي طلبته يجي. دي جريمه قتل، واللي اتقتل ده اخوه. ثلاثه عايز اشوفهم، نواره وفريده مرات حسن ومصطفى. والله يا باشا، انا لما سمعت ان حسن ده عشان مات زعلت قوي. والله والله زعلت، عشان كان نفسي انا اللي اقطع رقبته. عايز تقنعني انك انت ما عملتهاش. انت فاهم يا باشا ان انا لو عملتها كنت حاجه، انا كنت هشيل راسه والف بيها البلد عشان كل مخلوق يعرف انا عملت فيه ايه. يا للدرجه دي كنت بتكرهه؟ حلتنا كلها، عيلتنا كلها بتكرههم من زمان، وانا بالذات لا بطيء حسن ولا حسين. طب ومحمود؟ محمود ده يا باشا لا اللي في الدور ولا في الضحيه، ده لدول ابوه. ربنا خلق اخواته من غير اخلاق وخلقه هو من غير عقل، ماشي يطيح بعصايته في الخال. عارف يا باشا الدبه اللي قتلت صاحبها؟ عارفها. ايه علاقتها بمحمود؟ زيه زيها بالظبط، طول الوقت مستهياله ان هو بيعمل الصح، وهو حمار كل ما يجي يعمل حاجه يخربها. بصي يا استاذه، عشان اختصر عليكي، انا لا اعرف مين قتل حسن ولا ليه ولا اي حاجه من دي خالص. بس حسن كان بيضايقك؟ الاثنين. يعني ايه الاثنين كانوا بيضايقوني؟ حسن ومصطفى؟ لا، حسن وحسين. كانوا بيضايقوك ازاي؟ هم اصلهم كانوا حاجه غريبه قوي، البلد كلها كانت بتحكي وتتحكي عليهم. اصلها يعني اول مره نوع على اتنين من بطن واحده، دي سبحان الله كأنهم فولة وانقسمت نصين. غريبة قوي، عمر ما حد في البلد ولد توأم؟ ما نوعيش يا أستاذة، هو سمعنا لكن ما شفناش. الغريبة بقى إن هما الاتنين كانوا شبه بعض في الشكل بس، لكن التعامل ده حاجة وده حاجة تانية خالص. أفهم بقى، وخصوصا إن مفيش حد في البلد شاف حسين وهو بيضايقك. أصل حسين ده كان تقيل وخبيث، كان على طول يمشي في البلد بالموتوسيكل بتاعه ويتمنظر بيه قدام الناس، أو يلف عليهم يعني عشان يجمع الفلوس اللي عليهم. لكن حسن ده كان خفيف خالص. نوارة، انت جننت ولا ايه يا حسين؟ انا حسن يا بيت. ليه وانا عبيطة؟ ده انا اعرفكم من بعض وانا مغمضة. عشان يعني شفتيني معايا الموتوسيكل؟ موتوسيكل ده ايه؟ انت عليك فيها غدر وهو عليك فيها طمع. تعرفي تقري عنينا كمان؟ وافقعهم كمان لو قالوا ادبهم. انا بقى دلوقتي اقدر افقع شفايفي تبوس لحد غشم. طب والله العظيم اعملها وانا اوريك هعمل فيك ايه. اوعى كده، سيب ايدي، ابعد عني حسين، انا مجنون اقتلك والله. طيب يا نوارة، طيب بس العطا بتاعك ده يبقى خليه ينفعك، ودي اللي محد متجوزي خير. انا حسين الدهشان يا بنت، وساني البلد كلها عني. العطا بتاعك ده هسجنهولي. ادهم باشا. اه حسن، يعني انا حاسس ان سيادتك متغير من ساعه ما بدانا الحادثه دي. تعرف يا حسن، عارف يعني ايه تقعد تلم اجزاء بني ادم؟ ايد من هنا، راس من هنا، رجل من هنا. احنا بني ادمين مش وحوش.
أقولك على حاجة؟ بصراحة يعني مستغربك. ايه؟ يعني حاسس ان مينفعش انت تبقى كده. اقول لحضرتك يعني ممكن يكون الموضوع بالنسبة لنا مختلف مش عادي. طب اقول لحضرتك عمري ما تخيلت ان هلاقي بني ادمين بالشكل ده يبقى عندهم درجة البشاعة دي لدرجة اني شكيت في نفسي. حسيت اني تهزيت او ما ينفعش اكون ظابط اصلا. لكن انت لا طبعا لا. انا ساعات خايف منه. مش متأكد لسه. تغذيناش يا أستاذ. لسه من التقديم اللي حصل لنا. البقاء لله يا حاجة قلبي عندك. يسلم لي قلبك يا حبيبتي. بص يا حاجة من الآخر كده أنا جاي أسألك عن اللي حصل للمرحوم حسن. الله يرحمه بقى. مرضيش بنصيبه قام جراله اللي صابه. يعني ايه مرضيش بنصيبه؟ هقولك ايه بس ولا ايه يا استاذ؟ عملت لك الشاي اهو يا حسن. نظرة يا جميل بص علينا شوية ولا كأننا هنا. جرى ايه يا حسن؟ ما تعمل لي اعتبار يا اخويا على الأقل. جرى ايه يا ولية؟ انت مش خدتي زمنك وخلاص سيبيني بقى اشوف زمني. لا وانت الصادق يا اخوي انت اللي عايز تسرق زمن غيرك. ادي النكد على المسا ده بمشي غوري من قدامي بقى ربنا يريحني منك. ده لما تشوف حلمه ودنك ان شاء الله. يا ساتر للدرجه دي؟ واكتر من النبي يا استاذ كانش عنده قلب ولا ضمير كان اناني قوي ما بيشوفش في الدنيا دي كلها الا نفسه بس. واضح ان حياتك معاك كانت صعبه قوي لدرجه ان في الثلاث اربع اشهر الاخرانيين دول هما كان بيبص لي بصات عجيبه كده زي ما يكون هيخنقني ولا يذبحني وانا نايمه عشان يخلص مني ويشوف له شوفه تانيه. طب وحسين؟ ما تخيرش عنه وحياتي، بس حسين كان عازب مش متجوز، يعني عينيه تزوغ براحته. تفكيرك غريب قوي يا حاجه. الدنيا علمتني، حتى محمود اخوه ما سلمش منه. انت صحيح بتعكس مريم بتسمعيني يا حسن؟ اخلع من قدامي يا ما تقوليش ياض. طب سيبني يا محمود دلوقتي دماغي مش رايقه. طيب، مريم دي ما تعكسهاش تاني عشان تخصني. ياض مش انت اللي تقول لي اعمل ايه وما اعملش ايه؟ فاهم؟ أنا أخوك المفروض يعني ما امشي من قدامي يا مريم اللي أنت محموق عليها قوي دي البلد كلها ماشية معاها روح اعمل راجل بقى وقدمها بالعصاية اللي أنت منفوخ بيها قوي دي. لما مروة سألت على مريم وعلى نوارة ما حدش قال عليهم كلمة وحشة بالعكس الكل شكر في أخلاقهم. طب أنت مش شايف إنها غريبة شوية إن واحدة زي فريدة تتكلم على جوزها بالشكل ده؟ وخصوصا بعد ما مات لانه شخص واطي ده اللي مصعب الموضوع عشان ده وفع القتل كتير
بالظبط. القهوة بتاعتي بسرعة. يعني واحد عينه زايغة وبيرسم على واحدة من عيلة أكتر عيلة بتكره عيلته، وابن عمه وابن عمها وأخوه بيحبوها، ده غير إن الاتنين فولة واتقسمت نصين. بالظبط، ده يضاعف المشكلة. حسين ده وافق قتله كتير، إن أي حد مديون له ومش قادر يسدد يخلص منه. ده يرجعنا للسؤال الأولاني، مين اللي اتقتل؟ حسن لأنه حسن ولا القاتل افتكره حسين؟ بص، هو في كل الأحوال القاتل اللي يعمل كده في جثة بيكره حسن أو حسين. مش شرط، ممكن معرفش يخفي الجثة فقطعها عشان ينقلها بسهولة. بس لسه ما جاوبناش على السؤال الأساسي، حسن ولا حسين؟ والحل؟ مبدئيا نستجوب الكل مرة تانية. استلفت كام من حسين يا محمود؟ حسين ده اخويا يا باشا. جاوب على السؤال، استلفت كام؟ تكونوش شاكين ان انا ممكن اقتل اخويا؟ احنا شك براحتنا. بص يا محمود، ظبط نوعين، كويس ووحش، انا النوع الثالث. كام؟ 10,000 جنيه يا باشا. تمام، اتفضل. ماشي يا باشا. يعني ايه مش لاقيها يا حسين؟ يعني ايه مش لاقي لستة فيها اسماء كل الناس اللي استلفت منك فلوس؟ مش لاقيها يا باشا، والله دورت في كل حته مش لاقيها. مش جايز تكون في حته تانية؟ حته تانية فين بس يا باشا؟ اكيد في الاوضه. طب ما راحت فين؟ هي اكيد اتسرقت. القاتل اللي قتل حسن اخويا هو اللي سرقها. يبقى القاتل قصدك انت، مش قصدك اخوك حسن. هو مفيش غيره يا باشا. مين؟ مصطفى بن نعمان. انت كنت عارف ان حسن بيغلس على نواره؟ كنت عارف وكنت ساكت. وانا هعمل ايه يا باشا؟ اخس اخس على الرجاله. باشا انت عايز تعرف ايه بالظبط؟ بقولك ايه يا عطا، هو حسن كان سالف فلوس من حسين اكتر من 50,000 جنيه، وكان عايز يبيع حسن الارض اللي كان كاتبها له عم الحاج مهدي، بس حسن ما وافقش. هو حسين وحسن اتخانقوا مع بعض ليه؟ ما حصلش يا باشا. يعني حسين بيكذب؟ ده هو اللي قال. هما اتخانقوا مع بعض بصدق ولا ايه بيه؟ انت بتسأل يا حاج، انا اللي بسأل هنا بس. هما اتخانقوا مع بعض ليه؟ مش عايز تتكلم؟ ما عنديش كلام اقوله للحكومة. وبعدين من غير مؤاخذة، اللي بيحصل جوه العيلة بناتنا ما يصحش ان حد غريب يطلع عليه. وبفرض ان حسن وحسين اتخانقوا مع بعضيهم، فمصادير البطن بتتعارك ولا ايه يا باشا؟ يعني اتخانقوا فعلا؟ بص يا سيدي، دي قطنه ودي ماده، هناخد منها نقطتين ثلاثه بالظبط، وهتدهني على السطح المفترض انه عليه دم بشري. الدم ده حتى لو قديم او مغسول كويس، المفروض لما تعملي كده القطنه دي تحمر. بس كده؟ بس كده، بس تعملي اللي قلت لك عليه بالظبط. طيب لو افترضنا ان نفس المكان ده عليه دم اي حاجه تانيه زي الحيوانات اللي في الغيطان اللي هناك، القطنه هتحمر؟ الماده دي ما بتتفعلش الا مع دم بني ادم، يعني القطنه ما تحمرش الا لو كان دم بني ادم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يا وسهلا، يا اهلا وسهلا بالبهوات. خلاص يا بهوات، عرفتوا مين اللي قتل ابني ولا لسه هتحججوا في التحقيقات بتاعتكم دي اللي مش عايزه تخلص؟ لا يا حاج، مفيش تحقيقات تاني خلاص، احنا بس جايين عشان نتاكد من حاجه. تتاكدوا من ايه يا باشا؟ عصايتك يا محمود. خير يا باشا؟ عايزينها. بلاش عليك، شايف عليها ولا يا دكتور؟ ايه ده؟ ايه
في أثر دم على عصايتك. ده تلقاه دم فار ولا حاجه من اللي بتقتله في الغيطان كل يوم. لا يا حاج، ده دم بني ادم، لانه لو مش دم بني ادم القطنه ما كانتش عمرها هتحمر. حاج، عموما العصا دي بتلقاها في البيت ولا الباب طول النهار، واي حد ممكن يستعملها يعني. فيها ايه يعني؟ يعني ايه؟ محمود هو اللي قتل حسن؟ قتلت اخوك يا محمود؟ ما تستعجلش يا عاطف، لسه الحكاية ما خلصتش. القاتل ما كانش قصد حسن، كان قصد حسين. سمعت ان صاحبنا ناوي يغيرك. يغير مين يا ابني؟ انت اتجننت ولا ايه؟ ده بعيد عن حلمة ودنه. لا بس ده بقى واصل قوي. يوصل على نفسه. لعلمك بقى دي اخر حلقة ليه هنا، وبكره تشوف. هاني شوف ايه اللي معطلنا. بيحصل يا ريس، استاذ خيرت بس بيجهز جوه. هو ايه؟ ماله النهاردة؟ حبيبك خيرت قفش عليه. وإيه الجديد في كده؟ وخيرت طول عمره قفش. والله شكله هيغيرنا كلنا. والله ما هتبقى جديدة عليه، ما هو عملها قبل كده في البرنامج اللي فات. لا دي تبقى راحت منه على الآخر. إيه اللي بيحصل ده يا جماعة؟ دي أول مرة تحصل دي يا ريس. أنا جيت لحضرتك أهو، بس النور هو اللي قاطع. اتفرج على الايباد. لسه مش فاهم ازاي ما توقعش الضربه وهو قاعد قدام المرايه. ما فيهاش كلام يعني، اكيد اتضرب والنور مقطوع. مستحيل مستحيل الضربه بالدقه دي تكون في الضربه. مش كده يا دكتوره؟ طعنة في نص الرقبة بالشكل ده وبالحرفية دي مستحيل تحصل في الضرب. احنا هنبتدي من سكينة الكهرباء. يلا يا حازم. ايه ده؟ مش عارف. ده تايمر. واضح ان حد موصله بالرئيسي عشان يعرف يقطع النور ويرجعه في وقت محدد. تايمر؟ اه. متأكد؟ طبعا. يبقى اللي بندور عليه بيفهم في الكهرباء. اكيد ده صح. تفتكروا مين ممكن يقتل خيرت سمير؟ والله يا باشا اي حد كان يعرف خيرت كان نفسه يقتله. والله؟ اه. ما سابش حد الا مجرد شكله. الله يرحمه كان مؤذي. اذكروا محاسن مرتكو. والله يا باشا بدور بس مش لاقي له محاسن. بعد اذنك بس يا باشا، هو في حاجه كانت ممكن تفيدكم. اتفضل. في راجل اعمال كبير اسمه شاكر عبد الله، استاذ خيرت قال اسمه في البرنامج من يومين، وقال استنوا البرنامج عشان تعرفوا فضايحه. والحلقه دي كانت المفروض تبقى بتاعت النهارده. شاكر عبد الله بتاع الرخام. طب يا رجاله، مين بيفهم في الكهرباء؟ اه طبعا انا. واستاذ سعد كمان. خلصنا يا شوقي، عايزين نطلع على الهوا. بصراحة يا استاذ اللي حضرتك طالبه ده مش بتاعي. مش بتاعك ايه يا عم انت؟ هو انت مش مسؤول الاضاءة هنا؟ ما تخلصنا. ايوه يا استاذ، الاضاءة حاجة وتقصيرة الكهرباء حاجة تانية. انت هتقعد ترغي وريني. اوعى. اولا المداخل هنا اللي عندك مخارج بس. هات المفك. اتعلم بقى حاجة من الرئيس يا شوقي، مش كده؟ يلا يا جماعة بقى عايزين ننجز. وصل كده. تسلم ايدك. بس على فكره اللي حصل ده عادي جدا، الشوقي هو اللي خايب، اي حد ممكن يعمله. تقدر تعملها انت يا استاذ بدير؟ هو احنا متهمين ولا ايه؟ انا ما بقتش فاهم حاجه خالص. دي جريمه قتل. يعني هنا انا اللي بسال. انتوا بتتسالوا بس. يلا مرة. ركب تايمر على مدخل الكهرباء. كان عارف ان النور هيقطع امتى. اول ما النور قطع جري على اوضه خيرت وقتل، ورجع على هنا اول ما النور رجع. تمام. صف الضلمه زي عشان يقتلوا.
انت اول واحده اكتشفتي الجريمه. ايه اللي وداكي الاوضه والنور مقطوعه؟ استاذ خيرت بعت لي عشان اصلح له المكياج. ف بس النور كان قاطع زي ما حضرتك عارفه. فانا خفت لا يزعق ولا يفتكر ان انا مش عايزه اروح له. فروحت الاوضه. طب ممكن تهدي وتحكي لي ايه اللي حصل بالظبط؟ خليك واقف هنا وما تتحركش من قدام الاوضه. تمام يا فندم. حضرتك تعرف خيرت من امتى؟ من اول البرنامج يعني تقريبا من 5 سنين. معلش احنا كده بقى لنا 40 دقيقة متأخرين على البرنامج، نعتذر بقى ونقول اللي حصل ولا ايه؟ مش وقت دلوقتي، هي نادية جت؟ مش عارف والله يا ريس، ما انت عارف مدام نادية بتدخل وبتخرج بقى وراني ما بنشوفهاش. مين نادية؟ نادية حسني مذيعة قديمة بتحل محل خيرت في اجازاته. طب يلا روح انت دلوقتي، لو مدام نادية جت على ما تيجي شغل اغاني. يلا حاضر. بس انا مش فاهم يعني ازاي حد يخش ويخرج من غير ما تعرفه. اصل نادية دي تقريبا اقدم مذيعة هنا ومعها مفتاح الباب الوراني، وبتحل محل خيرت لما يكون في اجازة او لما يموت. غدا اول قمة من نوعها بين مصر وقبرص واليونان لترسيم الحدود البحرية وبحث العلاقات المشتركة بين الدول الثلاثة. سعدنا بلقائكم الليلة وموعدنا مع حلقات جديدة من برنامج الحقيقة مع نادية حسني وخيرت سامي. كات انزل بالتاتي. أظن دلوقتي نقدر نستجوبها. هتفضل. شكلنا مش هنخلص من الحكاية دي. اهدي يا مدام نادية، ربنا عايز كده. ونعم بالله أستاذة مروة، بس موت خيرت ما كانش موت عادي. قدره، بس اكيد القاتل عمره ما هيفلت. انت شايفه كده؟ دي حقيقه مش وجهه نظر. بس اللي قتل خيرت هتجيبوه يا حضره الضابط مش كده؟ وصلت الاستوديو امتى مدام نادي؟ لما البرنامج ما جاش في ميعاده جيت على طول. ليه؟ اصله برنامج هوا، هو عمره ما اتاخر عن ميعاده. عرفت ان خيرت اتقتل امتى؟ هاني قال لي بعد البرنامج. ما قالكيش قبل البرنامج ليه؟ اكيد ما كانش عايز يوترني قبل الهوا. مدام نادية، ممكن توريني الباب اللي بتدخلي وتخرجي منه؟ ده الباب اللي بدخل واخرج منه. بس الباب ده في اخر الاستوديو. ايوه بس قريب من اوضتي. ايه ده؟ اوضتك اخر اوضه في الاستوديو؟ ايوه اوضتي اخر اوضه في الاستوديو. غريبه قوي مع انك مذيعه قديمه في المكان. في ايه يا استاذه مروه؟ حضرتك مش ملاحظه انك بتحاولي تستفزيني؟ على فكره بقى انا مبسوطه جدا في شغلي، كنت مبسوطه اكتر وانا بشتغل احتياطي لاكبر مذيع في البلد. مدام ناديه، انت ساكنه هنا؟ اه قريب من هنا البيت، تحب تعينه؟ مالك يا مدام؟ عصبية ومتوترة كده، في حاجة؟ أصلي فجأة حسيت إن أنتوا بتستجوبوني. ما تكبريش الموضوع يا مدام نادية. أنت عارفة أستاذ خيرت يحمينا كلنا، ولازم نوصل للقاتل. أه أكيد. تحت أمركم. في أي أسئلة تانية؟ لا خلاص. بقى كده مش طبيعي. لا مش هحقق لك حلمك واستقيل. أنا هقدم طلب لسيادة الوزير ننقل شغلي بالليل عشان ما اشوفش خلقتك. لا 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 يا وحياة ابوك، مش هو هزار خالص. انا عندي قضيه عايزها تتحل في اسرع وقت ممكن. انت عارف المجني عليه مذيع واصحاب المذيعين هيجاملوه، وانا مش ناقص. حاضر يا سيدي هستحمل. جايبني على ملا وشي ليه بالليل؟ بص يا ولدي، في حد حط تايمر هنا عشان يفصل النور ويرجعه في توقيتات مدروسه. تايمر؟ ده شغل القسم الفني يا ده. لا لا لا، انا عايزك ترفع البصمات عنه بس. بس كده؟ ده انا عاملها وانا مغمض. عارف لو قلت لي من بدري كنت بعت لك حد من صبيان. طب يلا انجز انجز انجز. حاضر. اكيد كانت هتوصلنا لحاجه. تاخيرك يا وجدي هو السبب. ايه ده؟ انت هتجيبوها فيا ولا ايه؟ ما انا طول عمري متاخر. ده معناه ان الادله اتسرقت. عايزك تفحص الاوضه شبر شبر، ما تسيبش حاجه. اهو ده برضه مفيش جديد، ما انا طول عمري بعمل كده. خلاص يا وجدي. كريم شايك على موبايل خيرت، شوف لي اخر اتصالاته. ما هو احنا ما لقيناش الموبايل يا فندم.
أهم دليل. تعالى يا حسن. مش مصدقك، مش مصدقك. عسكري واحد على باب الأوضة، عسكري واحد. حضرتك أنا كنت أصلا ما تبررش. حاضر. بخلي بالك. حاضر. هات البلطة بتاعك. انت كويس؟ الحمد لله يا فندم. انت شفت اللي ضربك يا ابني؟ لا والله يا فندم. واضح اللي ضربه الضربه دي عارف هو بيعمل ايه كويس قوي. احتمال يكون نفس الشخص. واضح ان كل اللي هنا عارفين بيعملوا ايه. اللحم. ايه؟ معاك نمرة موبايل خيرت ده اجيب لك قراره. اعمل لك واحده؟ لا لا متشكر. هو على حسب كلام الناس بتوع الاستوديو خيرت كان معاه موبايلين، واحد بتاع الشغل والتاني خالص محدش يعرف نمرته. لو باسمه اجيبهولك عادي من على اي شبكه. طيب يلا بقى يا بطل ورينا همتك. يلا يا عم كريم. هو انت مش ناوي ترضى عني بقى يا باشا؟ يلا حبيبي انت هتصاحبني. يلا يا عم كريم يلا. وفيها ايه؟ بس ما ينفعش انت تنشن قوي وقافش كده وانا يعني كول وحركات. يلا يا عم كريم. يلا يا عم كريم. حاضر. يلا حاضر. يلا عشان يلا يا عم كريم. حاضر هجيب لك الرقم. على فكره بقى خيرت ده ما كانش عنده نمرتين. اقول بقى انك مش عارف تجيب النمر. كان عنده ثلاثه. ايه ده؟ دي نمرة تليفوننا؟ طب متسجلة باسم خيرت ليه؟ معرفش اسأل عنه. يا احسن. طب انا ممكن استأذن يا باشا؟ اصلا قلبي تعبان ومش هقدر استحمل كل ده. معلش يا دير، انت ممكن تستريح في اوضتك بس استحملنا شوية. طبعا اذنك. اتفضل. هو انا ممكن اسأل حضرتك سؤال؟ انا اعرف يعني ان القتل بالخناجر والحاجات دي بيبقى شغل رجالة مش ستات، صح؟ كله هيبان، كله هيبان. يا بنتي اهدي بقى، اهدي. أكيد هيعرف يا شوقي، أكيد هيعرف. بطلي التوتر ده، هتفضحيني. ده مش توتر، بس الظابط ده شديد أوي، وأكيد هيعرف يعني. جمدي أنت قلبك بس وإن شاء الله الدنيا تعدي على خير. أنت ليه عملت كده أصلاً؟ نعم، أنت مش عارفة أنا عملت كده ليه؟ هي بس ما تصورتش ان الامور توصل للدرجه دي. ما تخيلتش كده ابدا. اللي حصل بقى يا رب. من ناحيه حرفنا فهي حرفنا. لقيت الغرز الخنجر في رقبه القتيل بحيث انه قطع له الحبل الشوكي بضربه واحده. ايه في ايه؟ مال؟ فيني مش عارف اشتغل يا وفاء. وكلنا مش عارفين نشتغل تحت الضغط اللي احنا فيه ده. بذمتك انت عارفه تشتغلي؟ ادهم تاني. طب والله ما اسكت المره دي. تعالى يا مجنون هتعمل ايه؟ مالكيش دعوه انت. ايه القضايا تقيلة المرة دي ولا ايه؟ كل القضايا تقيلة. طبعا هتفكر لوحدك. احسن. بدل ما تكون معايا ناس تصعب عليا المواضيع. ده انا يا ادهم؟ انت بتسأل؟ طبعا انت. انت عارف ايه الفرق بيني وبينك؟ اتفضل. ان انا بعرف افكر بصوت عالي وعادي ما بخافش بغلط قدام الناس،
لكن انت يا ادهم بتخاف تفكر قدام الناس عشان ما تطلعش غلطان قدامهم. يا اخي اغلط يا اخي عادي، ايه المشكله؟ مش معناها انك المسائل احنا غلطه واحده ممكن تعلق بني ادم بريء على المشنقه. انت عارف ايه الفرق اللي بيني وبينك؟ ان انا بفكر وانا بتاع كشري. انا كمان بفكر يا ادهم. مش معنى بتاع كشري يعني. مش عارف كيف مالي. انت حتى بتاع كشري فاشل. قاعد الواد كريم قال لي ان التايمر ده ممكن تلاقي طريقه تركيبه على النت. طب ما ده عادي اذا كانت قنبله طريقتها موجوده على النت. اه بس كده اي حد ممكن يركب التايمر ده. يبقى كده ناقص الدافع والحرفنة. ابتديت تفكر. شاكر بيه حضرتك عارف انت هنا ليه؟ بصراحة شاكك. مش شاكك في ايه؟ خيرت سمير. مظبوط. ازعل قوي لو حسيت انكم شاكين فيا اللي قتلته. خيرت اخر حلقة كان هيقدمها كان ناوي يفضحك. مستني ايه من واحد زي خيرت؟ كان هيفضحك ازاي؟ اسأله. فكرة حلوة بس هو اتقتل. وانا ما عنديش اجابة. كل اللي اعرفه ان هو كان عاوز يبتزني ولما رفضت بعني لسامع اسمت. رجل الاعمال اهو يفضحني وياكل عيش. يعني هو كان ناوي ياخد فلوس من سامح عصمت عشان يعمل كده. اه بالظبط. اه بس ده مبرر قوي للقتل. انا ممكن اعمل حاجات كتير جدا اكتر من القتل، وبصراحه انا كنت ناوي اعمل كده بس قلت اصبر عليه شويه لحد ما اشوفه هيوصل لغايه فين. سيادتك مش مقتنع؟ ابدا. يعني عايز تقنعني ان واحد زي حضرتك ممكن يسيب خيرت يفضحه وبعدين يشوف هو هيعمل ايه، وخصوصا انه خيرت له جمهور كتير. عرفتوا اللي قاتل؟ احنا لو كنا عرفناه كنت حضرتك مش هتبقى موجود هنا. بس ما تخافش الموضوع ده مش هياخد كتير. يعني ايه؟ كان في خلافات بينك وبين القتيل؟ خلافات؟ لا ما كانش في اي خلافات. الله، امال اتخانقت معاه ليه؟ مين اللي قالك؟ ايه سبب الخناقه يا بدير؟ انت عايز تمشيني؟ دي حاجة مش بتاعتك. عايز تقطع عيشي وتقول لي دي حاجة مش بتاعتك؟ بقول لك ايه؟ اوعى تكون فاكر ان الناس بتتفرج على البرنامج عشان خاطر سواد عيون ديكوراتك، لا، الناس بتتابع البرنامج عشاني انا، عشان خاطر الرسالة الهادفة اللي بقدمها له. رسالة؟ رسالة ايه يا استاذ خيرت؟ الكلام ده تقول لحد تاني، انا برضو بدير. لا واقوله لك انت وفي وشك. ما تخلينيش اتكلم عن فلوس الديكور اللي انت بتضربها في ثلاثة. ما تخلينيش اتكلم، ما انت خلاص اتكلمت. بقول لك ايه؟ لو قليت عقلك ولا بلاش؟ امال لو كان قلي عقلك كنت هتعمل ايه يا ابني؟ ولا حاجه. حضرتك انا الراجل بتاع كلامه بس، ده انا حتى بيغمى عليا من منظر الدم. وبعدين انا معرفش اصلا ان حد سمع اللي حصل. هو فعلا مفيش حد سمع اللي حصل. امال حضرتك عرفت منين؟ انت لسه قايله دلوقتي. صباح الخير يا مدام نادية. ايه ده؟ انت بتعملي ايه هنا؟ هو انتوا مش خلاص حققتوا معايا وقلت كل اللي اعرفه؟ وكمان ازاي عرفتي ان انا هنا؟ لا ده انا كمان عرفت ان انت زبونه هنا بقالك فتره طويله. ودي فيها ايه يعني؟ مش غريبه يا مدام ناديه ان انت تكوني منهاره امبارح من العياط بسبب جريمه القتل البشعه اللي حصلت، والنهارده جايه تعملي مساج. ما هو ده الحاجه الوحيده اللي ممكن تخليني ريلاكس بعد صدمه امبارح. أنا آسفة إني دخلت فجأة. إزيك يا نهى؟ مالك مخضوضة كده ليه؟ قوليلي بقى بتشتغلي إيه هنا؟ حضرتك أنا هنا بقالي فترة طويلة أوي بعمل مساج. نهى أشطر واحدة بتعمل مساج هنا. مش عايزة تجرب؟ لا بس عايزة أقعد معاكوا قعدة تانية. ممكن؟ لا مش عاجيلي ولا حاجة يا باشا.
كلنا كنا عارفين نهايته مقصوده. اشمعنى؟ من عمايله يا باشا. ده ما كانش بيكره الناس وبس، ده كان بيكره نفسه. ده كان مذيع شاطر. ده على الشاشه، انما اللي يعرفه على حياته. يعني باختصار كل الناس كانت بتتمنى موته. اكيد يا باشا. حتى انت. بس انا ما قتلتوش. انا ساعتها كنت في الاستوديو بظبط الاضاءه على صوتي. بظبط الاضاءه ليه؟ النور كان مقطوع. ما هو ده اكبر دليل على اني مش عارف اروح في الضلمه واقتله. من الطبيعي يا شوقي ان الواحد لما يكون شغال في مكان وشبه عايش فيه بيبقى حافظه، يعني ممكن يمشي فيه وهو عينيه مغمضه. واعتقد الموضوع ما كانش صعب بالنسبه لك، مش كده؟ لا مش صحيح. انا فعلا النمره اللي معايا دي كانت بتاعت المرحوم خيرت، بس ده مش معناه ان في حاجه بيني وبينه. طيب ايه اللي يخليه يجيب لك رقم موبايل؟ هو ما جابليش رقم، دي كانت نمرته القديمه واداها لي. ايوه بمناسبه ايه؟ نمره قديمه بدل ما يرميها. قديمه فاداها لك؟ هيخسر ايه؟ النمره دي كارت مش خط، يعني مش هيخسر اي حاجه. طيب يا نور، ده مش هيخلينا ما نشكش ان انت على علاقه بيه. والله العظيم ما في اي حاجه بيني وبينه. هو ايه؟ هو كان بيضايقني شويه. بيضايق ازاي؟ خيرت لا بيهش ولا بينش. مش فاهمه ليه؟ صغيره مش فاهمه يعني ايه راجل لا بيهش ولا بينش. انا عايزه افهم حاجه زي دي عرفتيها ازاي؟ الحاجات اللي زي دي بتتعرف عندنا في الوسط بسرعه جدا. انت عرفت منين؟ واحده صاحبتي كان حاول معاها ولما وافقت اتفاجئت انه كده، فاضطر يجيب لها عربيه زيرو بعد كده بعدها عنه خالص. بس واضح انها ما سكتتش. هو كان المفروض يلم نفسه بدل الاحراج ده. كلنا كنا عارفين يا حضرة بالظبط الخبر اصله سلنا. كلنا كنا عارفين ان خيرت عايز يغير الكرو كله، حتى البنت الغلبانه اللي اسمها نو. بس يا سعد، نو كان معاها نمر التليفون باسم خيرت. ايوه بس ده مش معناه اي حاجه حضرتك. يعني نهى بتحب الولد اللي اسمه شوقي بتاع الاضاءه، وبتحط القرش على القرش عشان يجهزوا نفسهم. قصدك عشان شغل السبا كمان؟ شغل السبا ده هو الشغل الاساسي. مدام ناديه جابتها من هناك، لان مدام ناديه زبونه هناك من 10 سنين تقريبا. لقيت البنت دي غلبانه قوي فجابتها هنا عشان تكسب لها قرشين يساعدوها في لم الشمل. طيب معنى كلامك ان شوقي اكتر حد بيحب مشتبه فيه لحد دلوقتي. ده مجرد احتمال، يعني ارتباطه بنهى خلاه يستفيد من خبرتها ويعرف المكان اللي هيطعن فيه خيرت بالظبط. بس برضه ما تنساش ان خيرت هدده يطرده من الشغل، ده هيخليه يخسر دخله الرئيسي. لا اسمح لي يا ادهم باشا، الفنانين اللي زي شوقي دولت حتى لو خيرت مش شايف مش هيغلب، هيلاقي 1000 شغلانه في حته تانيه. الشغل مش دافع للاكل الا لو في دفع تاني خالص. نهى انا هطلب منك حاجه. اتفضلي. قاعد بيفكر من غيرني. حسام معايا. ما انا شايف ان حسام معاه. احنا ليه مش قاعدين معاه بنفكر؟ حازم تقدر تساله على فكره، ممكن تخلينا في شغلنا؟ خلينا في شغلنا. بقولك ايه؟ هو تفتكري مدام خيرت مالوش في ستات يعني ليه كان بيحاول مع نهى؟ ساعات بتبقى مشكله نفسيه، محاوله منه انه يخدع نفسه انه يقدر ياثر على الستات وانه مرغوب رغم العيب اللي عنده. طب وهي اشتكت لشوقي؟ بتقول لا، بس ممكن شوقي نفسه يكون حس بحاجه. تخيلي بقى ان شوقي ده اكتر واحد عنده دافع انه يقتل خيرت. مش هو لوحده، في حد تاني. في ايه؟ وانا متهم ولا حاجه؟ كذا تهم. الورق المزور اللي دخلت بيه النقابه. تاني حاجه، احتمالية انك تكون انت اللي قتلت خيرت. شوف حضرتك قبل ما توزع اي تهم،
لازم حضرتك تفهم الموضوع الاول. موضوع الورق المزور؟ انا مخرج ممتاز ومحدش يقدر يقول عني اي حاجه غير الشهاده اللي دخلت بيها النقابه مزوره. خيرت عارف الموضوع ونشره على النت، مش كده؟ خلاص حضرتك بتقول اهو، اقتله ليه بقى ما دام خلاص نشر الموضوع على النت؟ ضيع مستقبلك، ده دافع مثالي للقتل. تقدر تفسر لي اعداد حلقه شاكر عبد الله اللي اختفت قبل الهوا؟ انا مخرج البرنامج ده، ولاني مخرج البرنامج ده فمن حقي اعترض على اعداد اي حلقه احس انها هتودينا في داهيه، خصوصا لما الحلقه دي تبقى متعلقه برجل اعمال كبير زي شاكر عبد الله. انتوا بتفضحوا على الهوا؟ ما هو كمان فضحني، اشمعنى سبت دي ومسكت دي؟ شوف حضرتك، خيرت قبل ما يموت كان ابتدى يشوف نفسه زياده عن اللزوم، فكان لازم حد يوقف له عشان يعرف انه مش لوحده اللي يقدر يخطط ويأذي. يعني انت بتعترف انك تقدر تخطط وتأذي؟ انا مش قليل، انا ما طلعتش كده في يوم وليله، انا تعبت لغايه ما بنيت نفسي، واللي يأذيني يستحمل. يستحمل القتل؟ يستحمل القتل؟ انا ما قتلتوش. انا هقول له هو هيعرف اصلا؟ انت مجنونه يا بنتي ولا ايه؟ لما يجي مني انا احسن ما يعرف بطريقه تانية يا شوقي. انت كده هتودينا في 60 داهيه. انا تعبت، انا هقول له اللي يحصل يحصل. طب يا نهى، يا نهى اسمعي، يا ماما هتحبسينا. سعد مخرج البرنامج اللي خيرت فضحه. ما هو كمان فضحني، اشمعنى سبت دي ومسكت دي؟ ورجل الاعمال شاكر عبد الله اللي كان هيتفضح في البرنامج. انا ممكن اعمل حاجات اكتر من القتل. وشوقي اللي عايز ياخد بطاره عشان خاطر نهى. اي حد يعرف خيرت كان نفسه يقتله. هو كان بيضايقني شويه. الله يرحمه كان مؤذي. وناديه المذيعه المستنيه فرصتها. كنت مبسوطه اكتر وانا بشتغل احتياطي لاكبر مذيع في البلد. وبدير اللي اتخانق مع خيرت عشان هدده بالقتل. عايز تقطع عيشه وتقول لي دي حاجه مش بتاعتك. بقول لك ايه؟ لو قليت عقلك. بقول لكم ايه؟ ما تيجوا نفكر بالعكس. يعني ايه؟ يعني ندافع عنه عشان نقلل دائرة الشك. بدير هيقتل خيرت عشان هيمشي من البرنامج؟ مش منطق، برامج كتير. ونهى ملهاش دافع حقيقي، بالذات يعني ان قالت انه ملوش في الستات. نركز نركز. اوكي. بس نهى فاهمه في طبيعه جسم البني ادم بحكم شغلها. برضه ده مش دافع حقيقي. مش دافع. بس برضه مش لمصلحتها. هيبقى عندنا نادية وشاكر وسعد. طب سعد ونادية هما الوحيدين اللي ممكن يقدروا يمشوا في الضلمة بحكم شغلهم في الاستوديو يعني. ماشي، بس حد قادر يمشي في الضلمة عشان عارف المكان ممكن يضرب ضربة بالدقة دي؟ طيب ما تنسوش احنا لسه بنفكر بالعكس. ماشي. مش ممكن اللي قتل ما كانش عارف ان النور هيقطع. ايوه. واحدة. ايه؟ ماشي. كلمي. شوقي هو اللي ركب التايمر. ايوه، ركب التايمر وقتل خيرت. لا انا ما قلتش كده. امال ركب التايمر ليه؟ حضرتك مش فاهم، شوقي عصبي. ايوه هو عصبي، دخل عند خيرت وقت. لا والله العظيم. انت بتدافع عن مين؟ انا مش بدافع، كل اللي حصل ان انا اشتكيت من رصاص خيرت انه بيضايقني، فحلف 100 يمين انه يقف قدام البلاتو ويضربه بوكس في عينه عشان يطلع على الهوا وعينيه مرمى. يعني شوقي قطع النور ودخل عند خيرت عشان يضربه على عينه بس، وعايزاني اصدق الكلام ده؟ والله العظيم هو ده اللي حصل. يبقى هو اللي خد سلاح الجريمه. ايوه هو اللي خد. أيوة. شقي هو اللي خد سلاح الجريمه. يداري عليا انا. يداري عليا انا. جيت لحضرتك اهو بس انا لما رحت لقصاص خيرت اكتشفت انه مات، لمست الخنجر من غير ما اقصد، فشوقي قال لي ان هما كده هياخدوا البصمات ويعرفوا ان انا، فقطع النور تاني وسرق الخنجر.
شوقي قطع النور وسرق الخنجر بعد ما اكتشفت موت خيرت. هو ده اللي حصل. لا هنا مش ده بس اللي حصل. قال ايه قاعدينك في كشار الجايين؟ انت لسه قبرتم يا اخي، احترم الميت اللي جاي. احترمه ازاي يعني؟ احنا انطلت ولا قصرت كلنا هننام النومه دي. ايه ده؟ ده الدكتور حشمي. صعب جدا نحدد ميعاد الوفاه بعد الجثه ما تدخل الثلاجه، لكن ممكن اقول لك سبب الوفاه مبدئيا. لا مش محتاجه تقولي، اعتقد ان السبب واضح. ضربه قويه بجسم مفلطح صلب ادت لكسر في الجمجمه. مش ملاحظه حاجه يا دكتور؟ قصدك زاويه الضرب؟ بالظبط. صح يا ادهم باشا، مضروب بالايد الشمال غالبا. عموما بعد التشريح هقدر اديكوا تقرير ادق. الجثة دي جت هنا ازاي من غير ما تحس يا فيومي؟ وانا اعرف منين يا باشا؟ انا بشتغل هنا 8 ساعات وبس، ولسه يا دوبك مستلم ورديتي من ساعتين بس، مفيش غيرهم من زميلي رمضان. رمضان ده فين؟ روح يا باشا. بس ساعتك اذا كنت عايز ضروري يعني ممكن تعدي على شؤون العاملين هتلاقي عنوانه هناك. بس ده هنجيبه سعادتك. دكتور حسني كان شغال في قسم ايه؟ جراحة التجميل يا ادهم باشا. وهو بقى الله يرحمه كان ماسك نائب مدير المستشفى، وكان هيمسك مدير المستشفى بس بعد الدكتور صبري بيمشي. اه ده كان نائب المدير وكان هيبقى مدير. ايوه. ولا غريبه ولا حاجه، حسني ما سابش حد في المستشفى الا واتخانق معاه او دخل فيه شمال، وكلنا كنا عارفين ان نهايته سودة. حضرتك يعني ايه؟ مش فاهم. يعني اتخانق معاك، دخل فيك شمال. شكرا يا نواف. ايه ده؟ ايه يا حسني؟ ازاي تخش عليا كده؟ بتقول حاجة يا صبري؟ صبري؟ انت ايه يا اخي؟ مفيش حد في الكلية خالص قال لك ان في حاجة اسمها سينيوريتي، يعني احترام لأساتذتك. طب ما انا كمان دكتور حسني. بس انت عندك حق، المقامات لازم تكون محفوظة. على الأقل الكام يوم دول. لغايه ما تودع كرسي المدير وتودع المستشفى بحالها بقى. انت سافل وحقير ولساني طويل وقليل الادب، وانت عارف ده كويس. عارف، اطمن، عارف كويس قوي، مفيش اطول من لسانك ولا احقر من اساليبك. وبعدين بقى لفيت على صاحب المستشفى عشان يخليك مدير بدلي. والله بقى دي مساله كفاءات. ودور الطبيب المثالي اللي انت عايشه ده مصير الغلابه ما بقاش ياكل مع الناس، ما حدش بقى يصدقه، بقى فيك قوي. والكفاءة انك تلف على بنت صاحب المستشفى وتخطبها عشان تبقى كل حاجة في ايدك، مش كده؟ انا مش هرد عليك علشان انت راجل كبير. غصب عنك ولعلمك مش هتوعى تمسكها، مش هتعرف يا حسني، ما هتمسكها. كبير قلبي سافل. ده تهديد يا دكتور صبر. لا هو ده اللي حصل قدام المستشفى كلها، بس ده مش معناه ان انا اقتله عشان حاجة زي دي يعني. امال قصدك ايه لما قلت له مش هتوعى تمسك المستشفى؟ كنت هكشفه قدام صاحب المستشفى وبنته. تكشف ايه بالظبط؟ التلاعب في ادويه المخدرات وايه كمان؟ العلاقات النسائيه اللي ملهاش حدود. علاقات مع مين؟ والله اسال كل اللي في المستشفى وهم يقولوا لك. يعني نسال مين؟ لا 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 لا، انت اللي اتسالت، انت اللي هتجاوب. اقول لك انا اللي شفته. ايه يا عم الدخلة دي؟ ايه اللي هتعمله ده يا دكتور؟ دي مستشفى مش كباريه. طب وانت مالك يا دكتور خالد؟ ما تخليك في حالك يا حبيبي. عندك مدير المستشفى، روح اشتكي له. يلا. يلا عشان تمشي معاه بالمرة. يلا يا حبيبي روح شوف شغلك. يلا. ما تعرفش مين اللي كانت معاه؟ للأسف. دار عليها بالباب قبل ما الحاجة أشوفها.
يعني ما استنتش بره عشان تعرف مين اللي كانت جوه؟ ما قدرتش، مش هقف انا يعني استنى قدام الباب لحد ما يخلص اللي بيعمله جوه. انت اشول مش حاسه ان طريقتك فيها حده شويه؟ كلنا كنا بنعرف منك. يعني الحده دي من سببها الغيره. مش فاهمه. لا ولا حاجه، ما تحطيش في بالك. قولي لي بقى، كان حاطط عينه على مين فيهم؟ كلهم، ما عتاش حد، ما فيش ممرضه، دكتوره، متجوزه، مخطوبه الا وحاول يوصل لها. وفي الاخر وصل لمين؟ هقول لك، بس وعديني ما تجيبيش سيرتي. اه طبعا اوعدك. الدكتوره ايت، دكتوره الاطفال. لا لا ايتل، لا مستحيل. لا مستحيل، هو مستحيل وخلاص. عشان بتحبها؟ لا طبعا. ليه؟ هو الحب عيب؟ ده ما يمنعش ان في علاقه بينها وبين دكتور حسن الا لو هي بتحبك. انا ما اسمح لكيش. مش من حقك، من حقك ما تردش. ايه الكلام الفارغ ده؟ لا طبعا، لا بحب ده ولا ده. الحب مش تهمة ومش عيب. اه بس ده لما يكون موجود اصلا. يعني حضرتك مفيش بينك وبين دكتور حسني اي علاقة؟ لا طبعا. بس اللي اتشاف بيقول غير كده خالص. اتشاف؟ وهو ايه اللي اتشاف؟ لا طبعا ما اشتريتش حاجات كتير، ما حضرتك يا دكتورة كان المفروض تبقي معايا. معلش يا داليا، كان عندي شغل مهم قوي. واول امبارح لما استنيتك ساعتين في الكافيه وبرضه كلمتك وما ردتيش عليا. انت بتضحكي؟ المهم هشوفك النهارده بعد الشغل. ايه؟ اه طبعا ماشي. طب هتخلصي امتى بقى؟ ايه ده؟ لا طبعا مش ده اللي حصل. اللي حصل العكس، انا اللي دخلت عليهم ولقيتهم بيتكلموا على الواتساب وعملت نفسي مش واخده بالي. طب المفروض اصدق مين فيكم دلوقتي؟ والله بصدق اللي انت عايز تصدقه. وبعدين انا عايزه افهم، حتى لو ده حصل ايه المشكلة يعني انا وحسني نتكلم على الواتساب؟ على فكرة انا وحسني زمان دفعة واحدة، صحاب من زمان، من ايام الجامعة. صحاب ولا حبايب؟ يا حضرة الضابط انت ماشي غلط خالص. انا بنت ناس ومحترمة، ومش انا خالص اللي تعمل علاقة في السر مع حد. روح دور على حد غيري. اوكي، زي مين؟ والله عندك نوال ولا هاني مثلا، روح اسألهم. عن اذنك. اتفضلكم. كده هتخليك تشك في المستشفى كلها. ومانو؟ مانو لسه بدري على دائرة الشك. احنا لازم نوصل للخيط الأساسي. والخيط الأساسي بدايته فين؟ بدايته من نهايته. الجثة وصلت المشرحة ازاي؟ وهعرف منين يا باشا؟ انا لحد ما مشيت من هنا كانت الثلاجه فاضيه. طيب يعني تقصد ايه بالكلام ده يا سيد رمضان؟ خليك معايا هنا يا رمضان. يعني الثلاجه دي بيجي عليها وقت ما بيكونش حد يحرسها؟ يحرسها؟ دول اموات، اموات يا باشا، لا حد يهرب ولا يسرق حاجه. اه بس ده ما يمنعش ان في جثه اتسرقت مره. مين اللي قال لسيادتك؟ حصل، كانت في نبطشيط فيوم. في ناس المستشفى كانت حاجزه جثه ابوهم لحد ما يدفعوا بقيه الحساب. استغلوا فرصه ان فيوم راح تقطف الميه، سرقوا الجثه وهربوا بيها. وانا يا باشا اللي شلت المشاريب. قطم ووصلي جزء، انما ايه؟ دكتور حسني بقى منه لله ولا الله يرحمه؟ الله يرحمه. طيب نفهم من كلامكم ما دام في حد قدر يخرج جثه من جوه يبقى اكيد في حد يقدر يدخل جثه من غير ما حد يحس. مع رمضان يا باشا، مش معايا انا. انا بصراحه ربنا من يوم خدت الجزء اللي هو ده ما بسيبش المكان الا مع اخر النبطشيه. فانا بقول يعني احتمال يكون. احتمال ايه؟ احتمال ايه يا فيومي؟ يا باشا انا كل ما بخرج من هنا بقفل ورايا الثلاجه بالمفتاح، والمفتاح في جيبي على طول. امال يعني ايه؟ يعني الجثه اتمشت ودخلت الثلاجه لوحدها؟ خلاص خلاص يا حازم باشا، مش مهم، كملوا الشغل، مفيش مشكله. اتفضل. اتفضل. رمضان، هو مفتاح الباب فين؟ في
في جيبي يا باشا. في جيبك. افتح كده الباب. انا ما كنتش عارف موضوع الجثه اللي اتسرقت، انت اللي قلت لي. امال ايه حكايه الدكتور خالد ده؟ راجل غلبان يا باشا وفي حاله طول الوقت. هو ايه علاقته بدكتور حسني؟ بيخاف منه. مين بيخاف من مين؟ الدكتور خالد طبعا. بس الدكتور حسني الله يرحمه بقى كان طايح في الكل. طب ودكتور صبري؟ دكتور صبري وفي زي الدكتور صبري يا فندم؟ ده اطيب واحد في الدنيا ولا ايه هي؟ ايوه والله الدكتور صبري ده حقيقي زي البلسم، راجل طيب وابن ناس. هو انا هنسى يا فندم لما ابني كان بيموت مني؟ انا ما حدش واقف جنبي غير الدكتور صبري، ده غير المكافئات اللي بيصرفها لنا كل شهر عشان عارف اننا غلابة. ده رقم المجني عليك. رقم. وهعمل بايه حضرتك؟ تليفون الاتليب ضاع او اتسرق. ادي النمره هي معاك، يلا اتصرف بقى وطلع كل البيانات اللي كانت على موبايله. بالنمره؟ لا من غير النمره خالص. لا خلاص خلاص. اوكي. طيب قول لي ايه الجديد؟ اخر حاجه كان كاتبها دكتور حسني عنده في الاكونت بتاعه على الفيسبوك انه قريب قوي هيبقى مدير المستشفى. يعني الكل كان عارف. طبعا التعليقات كلها جايه له تهنئه ومبروك ما عدا تعليق واحد كان كاتب له مش هتعيش لما تشوفها. مين بقى كتب التعليق ده؟ رافي 2020 اسم مستعار يعني. ماشي. طب الاسم الحقيقي ايه؟ لا مفيش كده، تعرفي الاسم الحقيقي بسرعه. تمام يا ريس. تصدق بالله اخ ادهم او فكر استقيل بسببك او اغير نشاط. انت ايه يا اخي؟ ما وراكش غيري. بتتكلم جد ولا بتهزر؟ لا بتكلم بجد. لا انا ما كنتش عارف انت بتهزر امتى بتتكلم جد امتى. لا دلوقتي بتكلم جد. دول 10 سنين. 10 سنين يا وجدي صاحبك انا حبيبي. يغور ال 10 سنين ودور الصحبيه. لا مش من قلبي. لا من قلبي. مش من قلبي. من قلبي. بتكلم في الشغل؟ انت لما تزني تقول نتكلم في الشغل. على العموم انت ليك عندي خبر كويس. خير؟ الكام شعرايه اللي انت جبتهم لي من كف القتيل طلعوا مش شعره لا نوعه ولا لونه. قصدك انه حصلت مقاومه فالقتيل شد شعره؟ لا 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 خالص. مش اللي بتقوله ده. لو حصل وشد الشعر زي ما بتقول هجيب بصيلات الشعر. بس ده شعر مش مقطوع، ده شعر مقصوص. يعني الدي ان ايه مش هيفيد؟ طبعا الدي ان ايه يعني بصيلات شعر. كده مش هنطلع بدليل. لا ممكن نطلع بدليل. قصدك ان اللي قتل حسني عايز يتوالى؟ يا ابن القرود مش هستقيل. دايرة الشكوك دول كلهم مستحيل طبعا. لا مش مستحيل، مفيش حد منهم واضح. طب والسبب؟ السبب حسني القتيل، واضح انه كان اذكى منهم كلهم، ساب جوه كل واحد منهم سر مش قادر يطلعه. ده حقيقي، وانا بتكلم معاهم حسيت ان كل واحد مخبي حاجه، بس انا ما قدرتش اوصل ايه هي. يبقى لازم نحدد الاسئله اللي المفروض نجاوب عليها. واول سؤال لازم نساله لنفسنا ازاي الجثه راحت المسرح؟ ومين كانت العلاقه بالقتيل؟ داليا ولا ايتن ولا واحده ثانيه من الممرضات؟ دلوقتي عندنا طرف خيط ممكن نمشي وراه. اللي هو حسني اتقتل بضربه قويه في راسه ادت لكسر في الجمجمه، والضربه كانت من قدامه مش من وراه. قصدك ان ما ينفعش حد من الجنس الناعم يكون هو اللي ضربها؟ مظبوط، مش ممكن دكتوره او ممرضه تضربه ضربه بالقوه دي، وخصوصا ان حسني راجل. يعني راجل هو اللي ضربه. ممكن اتنين. مساء الخير. مساء النور. ايه الاخبار؟ سبب الوفاه مش ضربه على الراس زي ما كنا متوقعين، ضربة جت بعد الوفاة. الله، من سبب الوفاة ايه؟ جرعة زيادة من المواد المخدرة كانت ممكن تقتله 10 مرات.
كده اقدر اقول لكم ان احنا ماشيين في اتجاه غلط. كده هنغير طريقه التفكير من الاول. هو انت بتشتغل ايه بالظبط؟ يهمك تعرفي؟ لا ما انا عارفه. بتسمعينا وتروحي تنقلي الكلام. ما تزعليش منها. وهزعل ليه؟ مش جايز اللي بتقوله مظبوط؟ ما انا عارفه بتكرهي. دي اقرب صاحبه ليا. طب ليه اتهمتك ان انت كنتي على علاقه بدكتور حسني؟ طب ما انا كمان قلت نفس الكلام. ليه كدبتيها هي وصدقتيني انا؟ بتحبه قوي. طب وهو كلب ولا يستاهل؟ انت كمان كنتي بتحبيه. انا ما بحبش حد. طب وخالد؟ هو فيك المفتاح للمزرعة؟ مفتاحين يا باشا، مفتاح معايا ومفتاح مع فيوم. مفيش مفاتيح تانية مع حد تاني؟ المفروض ان في مفتاح مع الدكتور صبري، بس ده ضاع من يجي اسبوع كده. ضاع؟ ما اتسرقش يا باشا. دي مشرحة مش خزنة. هيتسرق ايه يعني؟ جثة. هيسرق جثة يا عم رمضان؟ مش في ناس بتسرق الجثث دي؟ يا باشا الكلام ده في المدافن. الجثث اللي عندنا جثث ناس اكابر. عموما يعني اللي سرق المفتاح ده مش ضروري يكون سرق عشان يسرق جثة، وممكن يكون سرق عشان يخبي جثة. العلم عند الله يا باشا. ممكن يكون المفتاح ما سرقش اصلا. وانا هكذب ليه يعني؟ المفتاح ضاع مني فعلا. رايح الظابط، انت شاكك فيا ولا ايه؟ انا ممكن اشك في الكل. ايوه بس انا 100 مستشفى تتمناني، انا مش مضطر اقتله. تمام. طب ايه موضوع المخالفات الماليه؟ بيقول ان حسني كان هيدخلك السجن. انا مش حرامي يا فندم. ما قلتش انك حرام، بس اكيد ده كان هيكون سبب حقيقي. تفتكر يا نوال مين اللي قتل دكتور حسني؟ معرفش يعني، حاكم الدكتور حسني حبايبه كتير. حرام عليك يا نوال، الراجل في ذمه ربنا. هو انا قلت حاجه يا هاني؟ طب ايه رايكم بقى ان انا شاكه ان اللي قتل دكتور حسني حد من الجنس الناعم؟ ست يعني؟ ولو اني خايفه انك تشكي فيا، لكن ده اكيد. ومين بقى من الستات اللي هتقدر على الدكتور حسني؟ وما تقدرش ليه؟ ممكن تقتله بالسم. غريبه قوي. تخيل يا هاني من اللي قتل دكتور حسني فعلا قتله بالسم. تفتكر يا دكتور خالد الجريمة دي تمت بسبب الغيرة؟ غيرة ليه؟ مش ممكن تكون تمت بسبب الحب؟ ممكن. ايه حكاية ايتم دي؟ معرفش. حسني كان بيضايقها او جهاز كان بيعجبها كلام؟ ما تتكلمش كده عن الدكتور ايتم. بتغير؟ وانا غير ليه؟ يعني عشان كان هيتجوز بنت صاحب المستشفى، وكل اللي في المستشفى قال لي انه علاقتكم كانت قويه، ده حتى كانوا متوقعين انكم تتجوزوا. مين اللي قال كده؟ يعني ايه مين اللي قال لي؟ الكلام ده مش حقيقي؟ لا مش حقيقي. هو ايه اللي اتقالك بالظبط؟ قال انك كنت بتحبيه وان المفروض كدابين. انا ما كانش في بيني وبين حسني اي حاجه. خالص. سيادتك بتحاول تستفزني؟ عصبيه ليه؟ انا بسالك بس. وانا جاوبتك. ماشي. كنت هتسيب المستشفى ليه؟ ما كنتش مبسوطة. مستوى المستشفى ما كانش عاجبني. يعني ده ملوش علاقة بخطوبة الدكتور حسني؟ لا ملوش. طب رجعت لها تاني ليه؟ انتقام؟ انتقام؟ أنا انتقام من الدكتور حسني ليه؟ ده أنا حيطلع يا باشا حتة موظف غلبان في المستشفى. ماشي يا فندم. مع إنه في حاجة لسه لغاية دلوقتي أنا مش فاهمها. يا باشا اللي أنت مش فاهمه قول لي عليه وأنا فاهمك. حلو. زميلك رمضان ساب المكان لأنه ما كانش فيه حالات في التلاجة، وأول ما الجثة بتاعت امبارح وصلت أنت رحت على طول على التلاجة اللي فيها جثة الدكتور حسن. ليه؟ صدفة يا باشا. هيكون إيه غير صدفة؟ لا لا يا فيومي، في شغلنا مفيش حاجة اسمها صدفة. الجثة لقيناها في التلاجة في والديتك. يا باشا ولا هات الدكتور حسني ليه؟ أنا إيه مصلحتي؟ إيه السبب؟ اللي عنده المصلحة والسبب إنه يقتل الدكتور حسني هو الست الدكتورة. معقولة فيومي قال كده؟ مش ده المهم.
المهم اللي قاله حصل ولا لا؟ لا مش فاكرة، مش فاكرة حصل ولا لا. يعني انتوا الاتنين بتقعدوا لوحدكم وبتتخانقي معاه ويرجع هو يطردك من اوضته، ده معنى ايه؟ ليه معاني كتير. طب وانتي مالك يا دكتور؟ ما انت عارف ان داليا صاحبتي واللي انت عملته معاها ده سافل قوي. سافل قوي يا لولو. اللي انا عملته ده عين العقل. مستشفى كبيره وبتكسب في الشهر ملايين، وصاحبها ما عندوش غير بنت واحده، والبنت دي بتموت فيا موت. اسيبها واسيب الملايين دي علشان داليا بتاعتك دي ما تزعلش؟ مش بقول لك سافل. قلت ان انا ما حبيتش حد غيرك وانتي عارفه ده كويس، بس انتي اللي مش عايزاني. انما داليا بتاعتك دي ما تلزمنيش، خدت منها اللي انا عايزه. ده فعلا زباله. هتتلم يا دكتوره. وما تنسيش ان كلها كام يوم وحطرد صبري ده بتاعكوا بره واحتمال اسجنه، وساعتها هبقى انا المدير وجوز بنت صاحب المستشفى، وساعتها بقى العقد اللي ما يعجبنيش ما اعتقدش ان انا حد. انت بتهددني يا حسني؟ انا هدد اي حد. يلا بره بره، يلا بره. ايوه انا سمعت كل حاجه بنفسي. هو الدكتور حسني كان مرتبط بالدكتوره داليا فعلا؟ دكتور حسني عمره مرتبط بحد غير بنفسه، هو بس كان بيستغل كل الناس اللي حواليه. كلهم يعني الدكتوره داليا كلهم. دكتور ايتن؟ لا يعني ولا انا ولا الدكتور ايتن كان يقدر يقرب لنا. مش معنى يعني؟ عشان انا بشتغل مع الدكتور صبري من زمان وفي القسم بتاعه، راجل خيره عليا يعني. الدكتوره ايتن قويه، لو كان قرب لها كانت هتبهدله. وبعدين ما تنساش ان هي والدكتور خالد مرتبطين، وده واحد صعيدي بقى يعني مش هيسيب طاره. ايه دخل الطار في الموضوع يا فندم؟ كل حاجه دلوقتي بقى فيها طار. كده؟ لا بجد، كل الداتا اللي على تليفون دكتور حسني. ازاي؟ دخلت على السيرفر بتاع الشركه وسحبت الداتا عادي. اه يعني عرفت تجيبها من نمره؟ ها كنت متاكد انك هتقلل من مبلغي. اخلص، في حاجه تفيدنا؟ بلاوي. مبدئيا دكتور حسني ده غلب عنتيل الغربيه. رسائل حب للكل جوه المستشفى وبره المستشفى، وفي رسالة غريبة جات له قبل ما يموت على طول. الرسالة دي بتقول ايه؟ تصلي ركعتين قبل ما تقابل ربنا. أكيد اللي حط المخدر هو اللي بعت الرسالة دي. المفاجأة بقى إن الرسالة دي مبعوتة من جوه المستشفى. مش متفاجئ. أكيد. وفي حاجة تانية أنا عملتها وحضرتك بتريح جوه وأنا شغال كالعادة. اخلص اخلص. أنا جبت الـ IP address بتاع الكمبيوتر بتاع رافي 2020. الكمبيوتر ده بتاع مين؟ دكتور صبري شخصيا. أقدر أعرف الأدلة الجنائية هنا ليه يا فندم؟ أنا طلبت منهم يجوا عشان احتمال نلاقي دليل جديد. دليل إيه؟ يعني بخصوص مكان وقوع الجريمة. أنتوا متوقعين إيه يعني؟ أثر لدم القتيل مثلا. طب ما هو أكيد القاتل مسح الأثر بعد الجريمة. الدم عمره ما ينضف أبدا، حتى لو عدى عليه فترة. سيادتك دكتور وفاه. أيوه أيوه. دكتور وجدي. أيوه. ثانية واحدة لو سمحت. أنا شاكة إن أنت بتدور في المكان الغلط. لقيت حاجة يا وجدي؟ لا لسه. أنت إيه اللي خلاك تشك إن الحادثة حصلت هنا في مكتب صبري؟ شخصية بتركيبة حسني وإحساسه إن هو بقى المدير والمكتب ده مكتبه، وبالذات إن هو على صدام طول الوقت مع كل اللي حواليه، يخلي أكبر احتمالية لحدوث الحادثة المكتب ده. أكبر احتمالية يعني؟ مش أكيد.
يعني احنا ممكن نعمل ده في كل مكاتب المستشفى يا وجدي. ايوه. لقيت اثر للدم. صدفة. قول لي دكتور صبري، هو الدكتور حسني كان ممكن يخش المكتب وحضرتك مش موجود؟ حسني ممكن يعمل اي حاجة. تمام. طب بص يا دكتور، احنا هنفترض التالي. حضرتك استضفت الدكتور حسني عندك في المكتب وحطيت له المخدر في العصير. لا لا لا، ما حصلش. يا دكتور احنا بنفترض. لما الدكتور حسني حس بتأثير المخدر وحس ان نهايته قربت، هجم عليك مثلا، قمت انت ضربته بالتمثال على دماغه، وقع مات. طبعا مات من جرعة المخدر، وانت طبعا مدير المستشفى مش هتغلب. خدت الجثة وحطيتها في المشرحة. انا ما كنتش في المكتب لما مات. مفيش حاجة ممكن تخلينا نصدقك. احنا خلصنا كده صح؟ لا لسه. انا هقول لك اللي عندي. عايز تصدق انت حر، مش عايز برضه انت حر. ايه لو انت قررت؟ اكلم صاحب المستشفى في التليفون عشان احكي له على اللي بيعمله حسني في المستشفى. يا فندم المسائل بايظه، لكن الظاهر ان حسني سبقني. صاحب المستشفى هني واتهمني بالسرقه وقال لي انه هيبلغ عن النيابه عشان تجاوزات ماليه معرفش عنها اي حاجه. طبختوها سوا يعني؟ فكرت ساعتها اني لازم اقتل الكلب اللي اسمه حسني. دوري كويس يا نوال، دوري كويس. فجاه لقيته داخل علي. كنت شايفه شطان. حرام يا صبري، حرام. انا حقير بره يا حرام، بس مش هسيبك. اقسم بالله ما هسيبك يا حسني. كلب مسحور، لازم يموت، لازم يموت. قررت في اللحظه دي ان اقتله. يا حرام. رمضان عنده السكر ودماغه مش فيه. يا حروسه دول اموات. وداليا بتحب حسني، حسني غدر بيها وكان هيتجوز بنت صاحب المستشفى. انا ما كانش فيه بيني وبين حسني اي حاجه. خالد بيحب ايتن. ما تتكلمش كده عن الدكتوره ايتن. وشاكك ان ايتن بتحب حسني. انا ما بحبش حد، وخصوصا بعد ما عرفنا ان حسني كان بيحبها. اللي عنده المصلحه انه يقتل الدكتور حسني فيومي هو الست الدكتور. يقول ان ايتن هي اللي قتلت. طب وصبري؟ صبري عنده انهيار عصبي من ساعه ما ادهم كان بيستجوبني. لا لا لا، ما حصلش كده. حلو جدا. السؤال بقى دلوقتي، هل هو منهار عشان هو متهم بقتله، ولا عشان هو قتله من غير ما يقصد؟ أكيد يعني عشان قتله يا باشا. أنت كمان فاهم يا كريم. مقبولة منك يا حازم باشا، بس بذمتك لو أنا حاولت آخد مكانك أو مكان أدهم باشا، مش هتحاولوا تقتلوني؟ لو مكان أنا ماشي، لكن لو مكان أدهم أنا ممكن أتبعك. هو أنا أعرف أستاهل من غير أدهم؟ أنت ما تعرفش تشتغل. أيوه طبعا صح.